ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة، ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله، وأن مردنا إلى الله، وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وإذ يتحاجون في النار يقول الضعفاء للذين استكبروا، يقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا، فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا إنا كل إن الله قد حكم بين العباد.